السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله السي العياشي. راح نضرب المدينة نتاع الرباط. ياك. والحكاية بغيناك تكملها لنا. يعني راك درت لنا يعني نص الحكاية. وأنت كفنان قديم ومراكش ولقاتنا القدرة وكان نشرفوك. وكنبغيوك إن شاء الله نتمناو تجي عندنا الوجدة مرحبا بك. وهاد الحكاية راها فيها فايدة. وحنا علاش كنشجعوا هنايا على هاد مدينة الرباط 40 دولة يعني الحكاية اللي لعبت واحد الدور دروك الله يجازيك بخير لقاتنا الخضرة رحنا نتخفاو مع راساتنا وهاد الفيديو غادي نهديوه للمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن ويعني حنا كفنانين نموتوا الحياة غير إلا متنا حنا يبقى عند وليداتنا ودروك الله يجازيك بخير الحكاية غادي تكملها لنا فين خليتها غادي نزيد فيها راها فيها فائدة كبيرة وسنتو لها ناس اللي يعملوا لهم تحياتي للجمهور تحياتي للجمهور داخل البلاد وخارج البلاد وانني فخور بهذا اللقاء ليتم هذه الحكاية هذه الحكاية على حقها وطريقها يقول مثلا اللي ما عنده جمهور اللي ما عنده جمهور ما سيكون عنده اسم مشهور بصح زي حكي هاد السلطان مهما هاد الانسان تزوج بالسلطان وقاعد تيتسنى باش يجيه المال العام تكمل العام ودار الشهر الاول دار الشهر الثاني نا والوزير يتكلم قبل السلطان دابا الخينه اللي قال لك جايب المال جايب المراكب ديال البحر وجايب وشي حاجه ما شفناها راه دار العام العام ها هو كمل العام ها هو كمل قال لها الخينه كدار قال له ما كاينش اللي غادي يطوروا ما خاطر الفلوس الزوجه ديالو خل الملك عند بنته قال لها بنيتي بغيت انك تختبري لنا هاد الخينه اللي هو واش عنده نيس المال ولا غير هي ما قالت لي راه خليك يا اخي قالت لي واخا خلنا عم فيدي كان معاها شرب معاها واحد كان ديك الساعه الخمر حنا كيشربوا الخمر حتى داخل يعني كيشربوا هما الخمر بحال كيشربوا حنا ثاني كان بخير الخمر خلاتو العم سيدي حتى لعب عليه الخمر بدماغه هي تسولو قالت له بيني سولو جيني الحقيقه ما تكذبش عليا انا جيتي عليا راه تقول راسي قول لي واش هادي واش هادي ما عندك واش انت في دار واش في المال ولا ما عندك قال لي نقول لك صافي مع الخمر قال لي سقي وسقسي تقبلي به قال لي انت شو نقول لك الحقيقه انا واحد كذب وراني جيت وراني كذب هذا وراني الله هو هذا قالت له انا ملي جيتي الحق انا غادي وهي تعيط عند عند قالت له سير للروان حنا ديالي وسرج العاود بالخيار سرع مسير سرج العاود بالخيار مشات السما قالت له كب كب وزاد خليهم هنا يكونوا كلام عرنا المال صبح الحال الملك سيبت على بنته قال لها كيفاش؟ قالت له انت راه قال لي الحقيقة قالت له ما عندهم الحساب ما عندهم العلم ولكن مهما سميتو قال لك انا بغيت نخرج ليا قال لي بغيت نمشي عاود الله يرحمه الملك باش تفرح قال لي هاد فينا هذا تلقوا عليه في المكان اللي فينا هو نخلي هنا عمرو نشيرو مع السيد اللي هو غادي يقرا غادي يوم من ايام الشهر الاول هاني دخلنا على مسجد وحده في الارض صبار فينا تتيبان لي وحده واحد الانسان اللي كيعيط عليه يا بنان يا بنان يا شيخ يا شيخ يا انسان يا انسان جا اش خص الخاطر قال له انت غريب قال لي قال له يا زيد اسيدي غادي الله دخلوا لعندو كانوا يشربوا قال له قال له وعرفتيني باش نقول لك انا هو نقول لك على الزهر ديالك عرفتيني انا قال لي حتى يعطاني مثلا ولكن انا
خصني بهذاك الكرسي وحده حاجه قال لي شويه قال لي هي واحد الكحله جيبها لي والكرسي كله ديالك اش قال الاخر هو جا الله جا الله العار الدكتور اللي كنا كنكذبوا عليها هو جا الله سبحان الله قال قبلنا لا ريدين عم سيديس واحد الوريقه تكتب فيها قال لي فين ما تحت هذا القلب تبعها فين ما تحت رجليه جا الاخر عم سيدي هذاك تيعزم ولا تيخطل على داك الكلب هو يهون او تيلقى لك العم سيدي خيرات قال سيدي ها الباحثين قال لك ربي لا باغي يغني الله يبقى لك ماشي انا وانت انا ايوا نعم سيدي كان واكي باش ندوز كان في العالم هو اللي تيقول دابا عينيه تتبان لي واحد المكيحلة شديت المكيحلة وهذيك المكيحلة جوج طامات لكن المكيحلة غير جديدة ديك اللي بان المكيحلة يا الله قال لي هو ينادي هو ينادي غير اللي كنت عشر مليون سيدي عندهم قال لي وياك صفرك هذه راه الخيلة راه هي انت تعطي هذه تخطها وراه يسد عليك الارض هي وتبقى عليك تتخضر تبقى عليك حنا هو هذاك قال هذا التالما كيف هذه تبقى وهنا هو يعاود يتحكى الماء الاخرى يلقى فيها حب حب الوقت الحب في مجال يفوق قال له امضى شتي قال له قال له شتي مكحلة قال لي اراه قال لي ما نعطي عليك تطلعني اراه تطلعني واحد يسمع ليه خلات الارض في حالات الاخر بقى كيخمم كاع الكتاب انا نشوف هذاك الخاتم هو يحكم الخاتم طلع العفريت قال له شفير وخيمة بيه قال له سير اسيدي بعيد عليا اعطيني شي ساعة بيني وبينك واش انا كاع تحطوني واحد اردمني واحد كاجا تيغوت عليا بيك مال بيك اسيدي اعطيني ابتساع قال له شوف راه انت اللي عيطت ليا ماشي انا اللي عيطت لي قال له برك قال له شتي هذاك الخاتم اللي في دارك ايه راه مين نصوت عليه راه الى نحتي قال لي واخبر هو يخبر وين نرفع الخاتم وين قال لي ودابا بنصوت عليك طلب بعدا خرج من هذيك الناس هو يدي عليه هكا هو يهزو فوق الأرض قال له شريك يخرج قال له زرني شوي حط ليه المكلة كان قال له ولكن هذا الكنز هذا خصو يتهز مجموع يهزو مجموع من كل الغالب ذاك الساعة أنا ماشي ليك العفريت مع ماشي ليك شحال الكنز أمر على الخدام يجمعوا باقي الأموال حتى ولا ليك مع ماشي ليك بحال شي شي تاجر قبر أو إحنا من بلاد بلاد قاصد كبير قاصد كاين عامل فيها حتى جواز هاي هم غير جايين عام شدي العفريت يسول على سوق العاود تقرب للمدينة اللي قرب للمدينة عامر على خادم من الخدام اللي يسير بين السلطان بين النار يسير بين والملك عتي خمم وكيشوف يتخذ بيح وطرق بيح في البلاد تدخل عليه سيدي العام قال له ليك بشارة قال له باش نوصلني قال له سيدي نسيبك راه هو جاي العام سيدي وجاي معاه الاموال ديالو اللي هما تلقى لهم في البشارة المكان وراح حامل المال وراه جاي المال الله الله المال هذا لا نعم سيدي قال لي استقبل نعم سيدي استقبلوا معاك عرنا استراح نهار الاول نهار الثاني سيرت البزار كاع اللي تيتسالي شي حاجه فين بعد كاع اللي تيسالي شي حاجه فين بعد نعم سيدي فرق الاموال نعم سيدي الملك راح بيض الفرح وعاد نعم سيدي عطاه من السماء بقاو عايشين حتى اتاهم من السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكاية انتهت ونشكرك بزاف سي العيافي وكنشكر الناس مراكش الفنانين بكل صراحة
كيطلعوا خونا السي العياشي اللي من العام للعام كنتلاقاو في مهرجان الحكايات، وهذا الفيديو كنخليوه تاريخ في القناة داخل الوطن وخارج الوطن لجميع الجمهور والشباب والشابات اللي يسمعوا الحكاية اللي راها مشاركة فيها 40 دولة. الحكاية اللي لعبت واحد الدور بالاسم ديال الأستاذة نجمة طيطي، الله يجعل ربي يحفظها ويخليها لنا. ودوكرا حنا غير في القهوة نتقهواو أنا والصديق ديالي، وراه قال لنا هذه الحكاية بغينا نخليوها تاريخ جاء للجمهور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.